بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الغفور حجي رئيس مجلس جهوي لعدود استئنافية الرباط. إذن كما هو معلوم مهنة التوثيق العدلي والسادة العدول عبر يعني الوطن يعني انخرطوا في التوجيهات يعني اللي كانت بخصوص الحجر الصحي ويعني التزموا التعليمات اللي كانت في هذا الصدد هذا. توقفت العمل بالمكاتب وهذا يعني واحد المسألة يعني انخراط في السادة العدول وطنيا باش يحافظوا على السلامة ديال جميع المرتفقين، لأن في المكتب ديال العدول يكون عندنا الاستقبال ديال المتعاقدين في عقود ديال الزواج والبيع والشراء في عقود الإراثة. يعني هذا الاحتكاك إذا بغينا نقولوا أو التوافد ديال المرتفقين كان لابد على أن الهيئة الوطنية تحملت المسؤولية ديالها الكاملة وعطات يعني واحد البلاغ للسادة العدول على أنهم التزموا يعني على أن المكاتب تقفل المكاتب، ولكن تبقى استمرار ديال الملفات التي تكون مستعجلة فقط. وهذا اللي كانوا على أن السادة العدول انخرطوا بإيجابية في هذه المسألة هذه يعني من خلال يعني التعليمات يعني الصارمة اللي كانت في هذا الميدان هذا باش يخرج كل شيء من هذا الحجر هذا الصحي، لأن إذا ما تعاوناش كلنا ما نستطيعش نخرجوا كلنا. ولهذا كان هذا الانخراط ديال السادة العدود في هذه المسألة هذه مهمة جدا. الهيئة الوطنية كذلك وسادة رؤساء المجالس استجبوا نداء الملكي في الموضوع، والهيئة الوطنية يعني حتى هي ساهمت بواحد المبلغ يعني نقولوا مبلغ يعني ماشي كبير بزاف، واللي تقريبا كان في حدود واحد 1,300,000 درهم كان المجلس الجهوي لعدود استئنافية الرباط ساهم به بواحد القدر ديال 200,000 درهم. وهذا واجب ديالنا وطني، تحنا كما ان الوطن كنعيشوا فيه وتنعموا بمجموعه ديال الامور يعني منها الامن منها توفر مجموعه ديال الامور، كذلك كان ضروري علينا نساهموا طبقا لدستور المملكه. صحيح ان مجموعه ديال المكاتب تضررت، ان هذه الامور هذه هي مسائل ضر منها الاقتصاد الوطني ككل، شركات كبرى السادة العدول كذلك حين يعني التزام الحجر الصحي كل مكتب عدلي إلا وله يعني مصاريف وله ناس كيشغلهم وعنده يعني مجموعة ديال المصاريف خاصة بالتدبير والتسيير ديال الناس اللي كيشتغلوا معاه. إذن هذا يعني كان محط اهتمام ديال مجموعة ديال رؤساء المجالس الجهوية اللي حتى هما ساهموا بواحد القسط من المال لمساعدة السادة العدول خلال هذه الفترة من التوقف. إلا أننا يعني بعد يعني انفراج هذه الأزمة هذه وقرر المكتب التنفيذي على أنه يستأنف العمل في مجموعة التراب الوطني يعني بواحد صيغة تدريجية، وان المكاتب العدليه خصها تلتزم مجموعه ديال الاحتياطات منها يعني التوفر على المعقم منها يعني التباعد منها على ان يعني استقبال المرتفقين يكون في واحد الساعات يعني محدده، عدم استقبال اكثر من شخصين، مسك سجل باش تكون فيه الاسماء ديال الناس اللي كيجيو المكتب العدلي والمرفق يكون فيه الاسم ديالهم ورقم الهاتف ومحل السكنة ديالهم باش تكون هناك واحد يعني العملية ديال التتبع ديال المرتفقين اللي جاوا المكتب، لا قدر الله إلا وقعت شي حالة من حالات يعني الفيروس كورونا. الهيئة الوطنية ومجالس الجهوية خلال هذه الفترة هذه يعني ما جلست شاي على أنها انخرطت في واحد المسألة ديال بداية تكوين أو إعطاء معلومات
المديرية التحديث بوزارة العدل اللي قامت مشكورة على أنها مكنتنا خلال هذه الفترة هذه من القين السري اللي بداو السادة العدول وطنيا كي يتمكنوا من أخذ أو لا إرسال يعني طلبات الإذن بالزواج عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل. هذه المسألة هذه حنا يعني تنحددوها نقولوا على أن المسألة مهمة لأنها غادي تسهل مجموعة ديال المأموريات، غير أن هناك مجموعة ديال الملاحظات غادي يوفوا بها يعني المكتب يعني مديرية التحديث باش تاخذها بعين الاعتبار. وهذه المسألة هذه عادية في جميع الأمور اللي كتكون مستجدة، لأنها كتكون بالممارسة كيمكننا نوصلوا لمجموعة ديال الأمور باش نزيدو نفعلو ونعملو هاد التطبيق أو هاد العملية دي تكون بواحد الشكل يكون أحسن وأجود. كذلك عملنا بناء على القانون تبادل المعطيات الإلكترونية 53/05 والمرسوم التطبيقي 281/181 على أنه يعني تم طلب لقاء مع السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واللي استجب للطلب ديال الهيئة الوطنية، وكان عندنا لقاءات خلال فترة الحجر الصحي تبادلنا فيها مجموعة ديال وجهات النظر لتيسير يعني التعامل سد العدول مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والكل يعني رحب يعني بهذه الفكرة هذه. كان تجاوب بالنسبة لهذه المسألة هذه، وتشكلت اللجنة اللي بدأت في العمل ديالها مباشرة من بعد الاجتماع اللي وقع مع السيد المدير والسيد الكاتب العام ومجموعة ديال المدراء في المحافظة العقارية مشكورين على أن بدأت اللجنة تشتغل وعقدت يعني اجتماعات ديالها باش تهيئ جميع الظروف وجميع الشروط اللي غادي تعطي للسد العدول وتمكنهم على انهم حتى هما يستفدوا من الخدمات ديال الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه اللي كنعتبروا حنا شركاء يعني في الحفاظ على هذه المنظومه المتميزه اللي يتميز بها المغرب، ونشاركوا حتى حنا في الرؤيه ديال المغرب الرقمي وديال الاداره الالكترونيه بحيث يعني السادة العدول هما تيجتهدوا و تينخرطوا في هذه المسألة هذه. ودليل هو أن العملية ديال التسجيل الإلكتروني اللي انخرطنا فيها يعني بدات خدات المسار ديالها بشكل إيجابي، والسادة العدول انخرطوا بكل سلاسة ما كاين حتى شي مشكل. بطبيعة الحال يختلف العمل مع المحافظة العقارية ومع مصالح أخرى، ولكن نحن دائما كنديروا ورشات كنديروا دورات تكوينيه في هذا المجال هذا باش الساده العدول حتى هما ينخرطوا في هذه المساله هذه ويساهموا في التحول اللي كتعرفوا الاداره الالكترونيه. من جهه اخرى كان لنا ورش مع الخزينه العامه للمملكه بحيث تقدمنا بواحد الطلب باش نرفعوا الصبغه الماديه على شهادة الإبراء الضريبي، وتم كذلك قبول يعني الطلب ديالنا، ودرنا لقاءات مع الأطر ومع المهندسين ديال الخزينة العامة اللي تا هما يعني رحبوا بالفكرة، وعملنا مجموعة ديال اللقاءات ونحن في اللمسات الأخيرة لبداية الأول التجارب الأولية في هذا الأسبوع بحول الله اللي باش نشوفوا هاد التطبيق هذا وهذه جميع المعطيات اللي اشتغلنا عليها خلال هذه المدة ديال الحجر على أن العملية أخذت يعني المجال ديالها نحو التفعيل الإيجابي. وحنا غنشوفوا هذه العملية الأولى اللي غادي نقوم بها عبر ملفات اللي عندنا دابا في المكاتب ديالنا اللي غنطلبوا فيها الإبراء الضريبي، ونشوفوا هذه العملية هذه باش بحول الله يعني في غضون واحد 10 أيام أو 15 يوم غادي يكون توقيع ديال الاتفاقية مع السيد الرئيس الوطني، وغيستافدوا السادة العدول كلهم القين السري ديالهم باش يكون الولوج لهذا التطبيق هذا ميسر
وهذا الخيرات ديال سد العدول في العمل الإلكتروني وفي المحكمة الرقمية. كذلك في خلال هذه الفترة ديال الحجر كانت لنا عدة لقاءات مع مسؤولين في بريد بنك لاستفادة سد العدول من التوقيع الإلكتروني، وتمت مراسلة السيد المدير في هذا الشأن هذا، وكنتظروا يعني صياغة نهائية الاتفاقية اللي غادي تتم بين الهيئة الوطنية والبريد مؤسسة بريد بنك باش السادة العدول تاهما ينخرطوا في هذه العملية هذه، ويكون يعني العمل ديالهم يعني منضبط. يعني التوقيع الإلكتروني من الدرجة الثالثة هو توقيع فيه ضمانات كثيرة، ويمكن العدول على أنهم يدوزوا لواحد المرحلة أخرى من التعامل مع كافة الإدارات. كيبقى الرغبة ديالنا والطموح ديالنا يعني مع التوافد ديال الفوج الجديد 2018 واللي تم التعيين ديالهم مؤخرا، اللي خداو التعيينات ديالهم، على أن المهنة يكون تجاوب من الوزارة الوصية على أنها تسرع يعني إخراج القانون 0316 المنظم للمهنة التوثيق العدلي يعني بصيغة جديدة وبمواد يعني تحفظ كرامة العدل وتعطيه من الآليات الاشتغال، لأن المرأة المغربية كان لها حظ يعني في هذا الفوج هذا الجديد. والدستور المملكة دستور متقدم، إذا القانون الذي ينظم الهيئة خصو تكون فيه معايير، وخصو يكون يعني فيه مجموعة ديال الأمور اللي كتمكن السادة العدول باش يشتغلوا بكل أريحية وباش يندمجوا في هذا المغرب يعني الجديد، مغرب ما بعد كورونا. نحن كان مغرب قبل كورونا، ولكن الأمور ستتغير، والعدول تقول على أنهم مستعدين، ولكن تخص يكون واحد القانون اللي تستجب التطلعات ديال السادة العدول، واللي كيتلائم مع جميع المستجدات اللي جا بها دستور 2011، ومع يعني الرغبة ديال الجميع على أن هذه المهنة هذه تكون بين مصاف يعني المهن الحرة اللي عندها مجموعة ديال الصلاحيات باش تشارك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ديال البلد ديالنا. هنا لابد من الإشارة إلى أن الوزارة المعنية لابد لها من تقديم اقتراحات بالنسبة للقانون المالية التعديلي، على أنها تقوم مجموعة ديال الاقتراحات باش تلقى مجموعة ديال الحلول سد العدول، لأن الأزمة كانت في 3 أشهر الماضية وستستمر يعني 1 شهور أو 6 أشهر مقبلة، وهذا الأمر هذا سيؤدي إلى يعني واحد ضعف ديال العمل في المكاتب العدلية، لأن احنا مرتبطين بالشعب المغربي وبالتطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي ديال البلد، مما لا شك فيه على أن هناك تأثيرات، لأن السادة العدول كما قلنا في الأول عندهم مكاتب، عندهم بعض المكاتب اللي فيها يعني الناس المستخدمين اللي كيفوتوا 2 أو 3 ديال الناس، عندهم مجموعة ديال التزامات شخصية، عندهم ولادهم غادي خصهم يخلصوا عليهم تم دروس ديالهم بالنسبة لهاد 3 أشهر بالنسبة للسنة المقبلة. إذا الوزارة الوصية خصها تكون عندها واحد النظرة يعني حول حلول كتناسب يعني المهنة كمهنة يعني من مساعد القضاء، وعلى أنها تكون هناك تسهيلات، سواء اقتراحات في أمور ديال الضريبة، سواء مجموعة ديال المقترحات أخرى اللي تحاول تفك شوية الضغط على السادة العدول، لأن احنا مهنة حرة وحنا تينعكس علينا هذا يعني الجو الاقتصادي اللي غادي يعيشه المغرب في هذه المدة القادمة، وهذه حلول احنا مستعدين على أن نجلسوا مع المسؤولين ومن جهتنا نعطيو بعض المقترحات اللي يمكن حتى هي تساعد باش تكون هذه المهنة هذه تاخذ واحد النفس ديالها
تسترجع الانفاس ديالها، لان ملي استأنفنا من بعد كورونا صراحة هناك تغيير كبير جدا في عدد اولا الناس اللي كيتوافدوا على المكاتب، في عدد الملفات يمكن نقول على ان واحد 40% حتى 50% ديال المعاملات غادي تهبط. اذا هذه المقترحات هذه خص تكون هناك تسهيلات واعفاءات ضريبية حتى يلقى المرفق العدلي ويسترجع الانفاس ديالو باش يعاود ينخرط في الدورة الاقتصادية ديال المجتمع المغربي، ويساهم حتى هو بكل يعني ما له من إمكانيات للمساهمة في التطور للمجتمع المغربي. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.